بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله هنستعرض مع بعض تكملة لمحاضرة المحاضرة الماضية اللي كانت بعنوان الكنترول المدرسي، واتكلمنا فيها عن تشكيل لجنة النظام والمراقبة وتشكيل لجنة الكنترول وبعض المستندات اللي بيتم تجهيزها في لجنة النظام والمراقبة ولجنة الكنترول. كمان فرقنا ما بين لجنة النظام والمراقبة ولجنة الكنترول، وقلنا إن هما لجنتين منفصلتين، إمتى يكونوا لجنتين منفصلتين وإمتى يكونوا لجنة منفصلة عن الأخرى، ولكن لجنة الكنترول تاخد بعض الاختصاصات من لجنة النظام والمراقبة. كل ده اتكلمنا فيه في المحاضرة الماضية. اليوم عايزك تعيش معايا أحداث الامتحانات، عايزك تعيش معايا فترة الامتحانات. اليوم إن شاء الله هنعمل في البداية استعراض لبعض المستندات والأوراق اللي بيتم تجهيزها قبل الامتحانات. أول حاجة أنا عايزك تتخيل إن الكمبيوتر اللي قدامي ده هو درج مكتبك. تتخيل معايا ان الكمبيوتر اللي قدامي ده هو الغرفة اللي انت قاعد فيها، سواء مكتب سواء دولاب. يعني انا لما بفتح الملف من الملفات ده كأني بفتح درج من الادراج. يعني انا مثلا عايز افتح الدرج اللي فيه اوراق هامة للكنترول، بروح على الدرج ده وبروح فاتحه هلاقي فيه بعض الأوراق الهامة للكنترول. عندي الورق اللي احنا قلنا عليه هنستعرضه سريعا، اللي هو الأوراق اللي هي بيتم تجهيزها قبل الامتحانات. دي اتكلمنا فيها قبل كده، ولكن هناخد نبذة سريعة عنها. هنقول إن في إقرار بانتهاء المنهج، هنروح هنقول ان في اقرار بعدم وجود تلاميذ محرومين، هنقول ان في اقرار بعدم وجود موانع سواء للملاحظين او المراقبين اللي في اللجنه، هنقول فيه ان في لجنه بتتعمل للعمال، اقرار جماعي للعمال، هنقول كمان ان في اقرار للعاملين باللجنة بيقروا فيه بإن ما فيش لهم موانع في اللجنة أو ما هماش محرومين من الامتحانات. عندي سجل الزائرين، وعندي الأمن بتاع اللجنة وغير أمن البوابة، وعندي كمان خطة العمل داخل الكنترول. عندي كمان لو احتجت ورق إجابة أكون مجهز طلب لورق الإجابة، عندي غلاف للأسئلة وغلاف لورق الإجابة، وعندي كشاف ملاحظة وكشوف للملاحظة. الكشاف هو فيه العاملين كلها وموزعهم مسبقا على الامتحانات كل يوم بيومه، بحيث إن ما فيش ملاحظ يخش مع ملاحظ تاني، يتجمعوا مع بعض في لجنة واحدة، وكمان ما فيش ملاحظ يخش لجنة مرتين، بكون عامل كشاف زي الجدول المدرسي كده. كمان بكون عامل مطابقة للأسماء اللي موجودة عندي بكشف المناداة، ومطابقة بالبطايق بتاعت التلاميذ للشهادات العامة بكشوف المناداة. عندي كمان لجنة خاصة، تشكيل لجنة خاصة في حالة لو تلميذ محتاج لجنة خاصة. عندي جواب بيروح للشرطة بسميه محضر للصحة ومحضر للنبطشية ومحضر للشرطة، بختارهم في
ان انا عندي لجنة امتحانات وخلي بالكم وكونوا على اتصال معايا بحيث ان لو حصل حاجة. اما في الشهادات العامة فبيبعتوا لي حراسة كافية للجنة مع الامدادات اللوجستية اللي هي في حالة اضطر الامر لحماية اللجنة. عندي محضر توزيع العمل، عندي كمان فرز ورق إجابة، وعندي كمان مواعيد دق الجرس. دي بعض الأوراق اللي يجب الاهتمام بها قبل اللجنة. في ممكن تضيف حاجات تانية كتير. أي واحد ممارس دايما هيضيف حاجات على الأوراق دي. كل ما تضيف كل ما يزداد العمل بتاعك جودة ومتانة، وبتحمي نفسك وبتحمي العاملين معاك، بتحمي الملاحظ، بتحمي المراقب الأول، بتحمي مراقب اللجنة، بتحمي كل اللي معاك لما تخلي أوراقك ومستنداتك ذات قوة ومتانة. لما نيجي بقى نستعرض وندخل بقى على اللجنة وبداية الشغل داخل اللجنة. بداية الشغل داخل اللجنة الصراحة أول ما بيبدأ من عند حجرة الأسئلة اللي هي غرفة النظام والمراقبة، وأحيانا بنسميها حجرة الأسئلة، ودي بتبقى ليه بنسميها حجرة الأسئلة؟ لأن ما يكون لجنة النظام والمراقبة في الإدارة، ورئيس اللجنة بيستلم الورق بتاع الأسئلة فبيبقى في عهدته. ما فيش داعي أبدا إن أنا أعمل لجنة تانية نظام ومراقبة تانية بداخل المدرسة، إنما بيبقى ورق الأسئلة مع مدير المدرسة اللي هو رئيس لجنة الامتحان. اللجنة اللي أول حاجة طبعا ورق الأسئلة بيخش جوه حجرة الأسئلة ويخش جوه دولاب الأسئلة، وبعمل أنا فتحت ودخلت عادي جدا، لكن لما بحط الورق جوه أوضة الأسئلة اللي هي حجرة الأسئلة بحطها جوه دولاب وأعمل محضر غلق دولاب الأسئلة، محضر غلق دولاب الأسئلة. كمان بعمل أما أخرج من حجرة الأسئلة بعمل محضر غلق حجرة الأسئلة. لما باجي بقى يوم الامتحان باجي بدري شوية، بفتح الغرفة حوالي قبل ميعاد الامتحان بربع ساعة، وبعمل محضر فتح حجرة الأسئلة. والمحضر ده بكتب فيه إن الحجرة سليمة وإن التشميع سليم وإن كل الحاجة تمام. كذلك بروح على الدولاب أعمل محضر فتح دولاب و اعمل محضر غلق دولاب وراها على طول، وكده يبقى الدولاب اتقفل وراها على طول. يعني ما بين محضر فتح دولاب ومحضر قفل دولاب يعني دقيقتين بس، دقيقتين بس، ده الفرق ما بينهم. طبعا هاخد المظروف، والمظروف هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. المظروف هيبقى بالشكل ده، وهكتب عليه محضر فتح مظروف أسئلة بأي شكل كان وبأي صيغة كانت وبأي طريقة كانت، إنما مضمونها بيقول إن المظروف سليم ومطابق للمواصفات، وإن الأوراق اللي جواها مطابقة للمادة، وإن مطابقة للصف الدراسي اللي هيتم امتحانه اليوم، اللي هيتم امتحانه اليوم. تكتبوا بقى انه في يوم كذا الموافق كذا تم فتح المظروف بمعرفه اللجنه ووجد سليم واعداد الاوراق كافيه ومطابقه للمواصفات والماده والصف الدراسي، وتمضي اللجنه وتمضي رئيس اللجنه. تمشي تكتب انه في يوم كذا الموافق كذا تم فتح المظروف ووجد بداخله اوراق لماده كذا وعددهم كذا وللصف كذا، برضو تمشي اي صيغه تروق لك بحيث ان توصف الوضع اللي جوه والوضع الخارجي للمظروف. تمشي
تمام، ممكن بالشكل اللي انتم شايفينه ده فتح مظروف، غير فتح الحجره، غير فتح الدولاب، غير غلق الدولاب، ده فتح المظروف. المظروف بقى ممكن كمان نضيف عليه حاجه كمان، ممكن اجي في المنطقه دي لو عندي مسافه تحت هنا، لو عندي مسافه هنا، في اي مكان ممكن على القطعه البيضاء دي في اي مكان ممكن اكتب كمان ايه؟ عدد الاوراق بالمظروف يساوي كذا، تحت منها عدد الاوراق الموزعه كذا، واخد خط عدد الاوراق المتبقيه كذا. دي احنا اتفقنا ان احنا نضيف، ما دام هتضيف يبقى هتعمل جوده، هتعمل يعني متانه للشغل اللي انت بتشتغل. المظروف بيفضل لغايه مثلا احنا بنتكلم الطريقه الصحيحة واللي المفروض تكون معمول به، أما أنت داخل اللجنة فبتشتغل زي ما أنت الظروف المتاحة لك فيه، يعني هتلاقي واحد يعني في الأمور فيها سلاسة شوية، وواحد هتلاقاه بيعمل شغله مظبوط، يقول لك أنا أعمله كده وأحطه في الدولاب وأرتاح وما أرجعلوش تاني وأبقى أشتغل شاغل بالي بأي حاجة. أنا أؤيد هذا الرأي. في الامتحانات بنتبع جميع أنواع القيادة في العمل، القيادة الديمقراطية، القيادة الدكتاتورية، القيادة الحكيمة، كل أنواع القيادة بنستخدمها إلا في الامتحانات. أنا أفضل القيادة الدكتاتورية في الامتحانات، أوامر تتلقى أوامر تنفذ وبس، هي دي الامتحانات. الامتحانات ما ينفعش فيها ديمقراطية، الامتحانات ما ينفعش فيها ديمقراطية، ينفع فيها روح الفريق، أخاف عليك وتخاف علي، إنما الامتحانات كل واحد قائد عمل ومسؤول عن مهام لازم يطلعها بالصورة المرسومة تماما، فتضيف إيه اللي بتفضل معاك. المظروف مفتوح كمان لمدة 10 دقايق من الوقت اللي بيمر في الامتحان، من بداية الامتحان يمر 10 دقايق، بعدها بتاخد الورق المتبقي وتحطه في مظروف وتعمل له محضر غلق للأوراق المتبقية، وبتقفل عليه وتمضي عليه اللجنة ويمضي عليه رئيس اللجنة، وده الصح إن بعد 10 دقايق من بداية اللجنة ممنوع حد يخش اللجنة أو يطلع له ورقة. الأمور اللي بتمشي ممكن تكون غير كده، بس كل واحد حسب ظروف لجنته بتمشي إزاي. أنت كتبت الحاجات دي وعنت الورق اللي هو المتبقي في مظروف وعملت له محضر وعنته. الورق بقى اللي تم توزيعه بيتم توزيعه حسب أعداد اللجان في ملفات، كل ملف فيه اللجنة وعليها عددها، زي ما احنا عرفنا قبل كده ان في بيبقى في غلاف على ورق الاسئله فيه عدد كل لجنه، لجنه 1 فيها 20، لجنه 2 فيها 19، لجنه 3 فيها 18، بيبقى كل لجنه وبيتحط الاعداد في قلب المظروف ويتم تسليمهم لمراقب اللجنه. مراقب اللجنه مع بدايه دق الجرس بتاع بدايه قبل الامتحان في دق جرس لتوزيع ورق الأسئلة قبل اللجنة بدقائق معدودات، قد تكون 5 دقائق، بيتم توزيع الورق بحيث إن آخر واحد آخر تلميذ استلم ورقته استلمها في الوقت المحدد بالظبط، يعني الساعة 8 الامتحان آخر تلميذ استلم ورقته استلمها الساعة 8، علشان ما تعرضش نفسك للمساءله ان طالب يقول لك انا استلمت ورقتي بعد ربع ساعه من الوقت، انا استلمت ورقتي بعد 5 دقائق من الوقت، خصوصا ان هناك بعض التلاميذ اللي ممكن يعملوا مثل هذه الامور. اللي تم تسليم ورق الاسئله من المراقب الاول، مراقب اللجنه، المراقب الأول لمراقب اللجنة، ومن مراقب اللجنة للملاحظ، وتم توزيع الأوراق على الطلاب. الحاجة الثانية اللي لما يتم توزيع الأوراق على الطلاب
بيبدأ الطلبة يمتحن. اللي هنستعرض مع بعض محضر الغلق ومحضر الفتح. الصراحة يعني هو محضر غلق كنترول، هو محضر غلق نظام المراقبة، هو كل الموضوع ان انت بتغير بس في الكلمة، بدل ما هي بتبقى كنترول، يعني هنا محضر الغلق بتاع الكنترول هيفتح معانا اهو. ده محضر غلق كنترول. انا ممكن قوي اروح مبدل الكنترول بحجره الاسئله، غلق حجره الاسئله، وبرضو نفس النظام اللي بينطبق على حجره الاسئله بينطبق على الكنترول. الكنترول بيطلع منه ورق الاجابه وبناء عليها اعمل له غلق لما باجي اعين ورق الاجابه فيه، واعمل له فتح لما اجيب ورق الاجابه منه، وكذلك برضو الدولاب. ده بالنسبة لغلق الكنترول وغلق حجرة الأسئلة، نفس الصيغة بس هتغير من حجرة الكنترول لحجرة الأسئلة. ده كمان غلق الدولاب نفس النظام، يعني ما احناش عايزين نخوض فيها كتير ونقعد نفتحهم ملف ملف، ومش مشكلة هنفتحهم. غلق الدولاب عندي هوت برضو غلق دولاب، وبقول فيه ايه، بقول فيه ان هو تم غلق الدولاب، وفي اليوم كذا في الساعة كذا قام السيد فلان رئيس اللجنة والسادة الأعضاء بتفتيش حجرة الأسئلة، والكلام كله يحمي المسؤولين عن الحجر، انما في اقرارات ومحاذر جاهزه. عندي برضو فتح الاكياس، لما بيجيني الاكياس من في اللجان العامه عندي محضر فتح الكيس، وده بيبقى بديل لفتح الدولاب، لان انا بيجيني الامتحانات في الامتحانات العامه بيجيني الامتحان في كيس ما خشش دولاب ولا حاجه، فبقدر بعمل له محضر فتح للكيس. بعمل فتح للمظروف غير المحضر الفتح اللي على الظرف، انا بيبقى عندي محضر فتح للظرف وعندي محضر فتح للايه في ورقة خارجية زي ده كده، تبقى ورقة زي ديتي خارجية زي غير اللي هي اتعملت على المظروف خالص، دي ورقة تانية خالص. فتح مظروف أسئلة مادة كذا في يوم كذا الساعة كذا والدقيقة كذا، حضر السيد فلان رئيس اللجنة وأسئلة امتحانات مادة كذا، وداخل المظروف قد كده من الأوراق، وفحصناها ووجدناها سليمة، ثم فتحت الأظرف أمامنا وتأكدنا من إن هي كويسة وإن هي مطابقة للامتحانات. كل الكلام اللي هتكتبه في الموضوع ده برضو يزيدها قوة. عند محضر مضاهاة لتحقيق الشخصية في النهاية خالص، بقول إن أنا بصيت على التلاميذ على صورته وصورة الصورة الفوتوغرافية وصورته الشخصية الحقيقية، ووجد إن التلاميذ كلهم مطابقين لتحقيق الشخصية، أو مثلا ما عدا فلان الفلاني يحوم حواليه الشكوك، وبناء عليها ممكن حد يشكل لجنة للتحقق من ذلك. عندي كمان أثناء سير اللجنة عندي استمارة غياب للتلاميذ، عندي استمارة غياب للتلاميذ. استمارة الغياب بيمر الإداري وهو خارج اللجنة، بياخد الغياب في اللجنة بالشكل ده كده، و
يمضي الاثنين الملاحظين ويمضي مراقب الدور او مراقب اللجان المختص برضه على الكلام ده، تمام؟ ويكتب رقم جلوسه وهو غايب. دي بالنسبة للاستمارة الجامعية بتاعة التلاميذ، اللي بتاعة اللجان كلها، لجنة واحد، لجنة اثنين، لجنة ثلاثة. في استمارة كمان غياب للشخص نفسه، فيها رقم جلوسه وفيها اسمه، بتبقى للشخص نفسه وللطالب نفسه، ودي بتبقى بديلة كأنها ورقة إجابة، وبرضه وضعها عادي جدا، وهي تسلم للكنترول مكان ورقة الإجابة. دي أثناء سير الامتحان. يمر الامتحان بسلام وأمان، و كل الطلاب امتحنهم. طبعا فيه التعليمات اللي بيتم، اللي موجودة للملاحظين، بيتم بينفذوها داخل الفصل. ممنوع ان هو يشغل الطالب في حاجة، ممنوع يتكلم مع زميله، ممنوع يستخدم محمول، يوفر الهدوء للطلاب ويخليهم يعيشوا جو الامتحانات، الجو يعني الجو الحلو الهادي للتلاميذ داخل اللجنة. ده بالنسبة للي موجود أثناء الامتحانات. طب بفرض مثلا مدرس أو ملاحظ حصل له ظروف وعايز يسيب اللجنة، يخش مكانه مين؟ المراقب، مراقب الدور، يخش مكانه لغاية ما هو يجي. طب ما هوش هيجي، يجيبوا حد من الاحتياطي ويتم عمل محضر بذلك. تم استبدال الملاحظ فلان الفلاني لجنة كذا بالأستاذ فلان الفلاني، الساعة كذا في المواعيد، بيحدد الساعة والتاريخ وكل حاجة ويتعمل محضر بذلك. طبعا الأمور الامتحانات طبعا ما هيش عايزة أمور كتير، بيتم تجميع بعد انتهاء الوقت، بيتم تجميع ورق الإجابة ويجمعوا الملاحظ ويرتبوا ترتيب تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر حسب رقم الجلوس، وياخد الورق ويسلمه لمراقب الدور، ومراقب الدور بيسلمه للمراقب العام بتاع اللجنة، والمراقب العام يسلمه للكنترول، يسلمه للكنترول. هنا تبدأ مرحلة الكنترول ومرحلة عمل الكنترول. ايه اللي بيحصل في الكنترول؟ لما بيستلموا الورق، لما بيستلموا الورق من المراقب العام بتاع اللجنة، بياخدوا الورق والصراحة بيراجعوه الأماكن. في بعض التلاميذ بتسيب صفحات كاملة فاضية، بتسيب فراغات ما بين الفقرات وبعضها كبيرة، فمنعا لأي حاجة المشرع يعني قال إن الأماكن دي لازم تشغلها. تشغلها بإيه؟ يبقى على بتاع الكنترول إن هو يجيب القلم الأخضر وياخد خط في خطوط كده في الأماكن الفارغة اللي ممكن ينكتب فيها وينضاف عليها بعض العبارات. بعدها بيقوم ياخد الورق ويراجع على التسلسل بتاعه، بيجمع لجنة واحد على اثنين على ثلاثة على أربعة لغاية ما تنتهي اللجان، ويراجع على التسلسل بتاعه ويشوف إذا كان التسلسل مظبوط ولا لا، لأن أي خلل في التسلسل عفوا ممكن تعمل مشكلة في رصد الدرجات. بيراجع عليه كويس، وبعدين هو بيعمل الأرقام السرية بتاعته، ممكن يعمل رقم سري يبدأ من أول ورقة حتى النهاية، وممكن يعمل أرقام سرية متنوعة، يعني مثلا كل 50 ورقة يعمل لهم رقم سري خاص بيهم، كل 100 ورقة يعمل لها رقم سري خاص بيها، بيسموها المجموعات، مجموعة ألف، مجموعة ب، مجموعة
او مجموعه واحد، مجموعه اثنين، مجموعه ثلاثه، حسب ما يراق لك. بعد ما يدق الرقم السري يبدا في عمل محضر تسليم للتصحيح. محضر تسليم ورق الاجابه للتصحيح بيبقى تقريبا فيه مسؤول عن حاجه اسمها الحركه. الحركه ما بين الكنترول والتصحيح، الحركه ما بين النظام والمراقبه والمراقب الاول، كل دي مسؤول احد الموظفين بيسموه موظف الحركه. يروح هم قاعدين له الورق ومعاه محضر تصحيح الاوراق، بيقول فيه ان هو في يوم كذا تم تصحيح اسئله ماده كذا، واللجنه اللي هتصحح اهي فلان الفلاني هياخد السؤال الاول وهيوقع وهيراجع على السؤال الاولاني فلان وهيوقع، السؤال الثاني فلان الفلاني وهيوقع، واللي هيراجع السؤال الثاني فلان وبرضه يوقع. قد يكون المراجع مستقل بذاته، وقد يكون المراجع هو المصحح، بس بدلنا الأدوار، يعني اللي كان بيصحح الأولاني راجع الثاني، واللي كان بيصحح الثاني راجع الأولاني، ده حسب عدد الملاحظين اللي موجودين عندي. وممكن تقسم الورق لمجموعتين تصحيح، يعني مثلا لو عندك مدرسين يعني عدد كافي، ممكن تقسم المصححين للجنتين، لجنة هتصحح وتاخد ورق اللجنة التانية تراجعه، واللجنة دي تصحح وتدي ورقها للجنة التانية تراجعه. ودي أنا بفضلها عموماً وبستخدمها. ده بالنسبة للتصحيح. هو برضو أما بيخلص التصحيح بيبعت فيه محضر استلام الورق بتاع اللي بعد التصحيح. دي محضر استلام نموذج الإجابة، لأنهم هياخدوا ورا ما يخدم الورق واستلموه هيقولوا لك هات نموذج الإجابة، بتديهم نموذج الإجابة، وبرضه بتعمل محضر فتح زي محضر الفتح بتاع ورق الأسئلة بالظبط. اللي بيستلم المحضر النموذج الإجابة بيبقى المدرس الأول بتاع المادة. عندنا برضو اللي هو بعد ما يخلصوا خالص الورق التصحيح، بيبقى فيه محضر ان هم بيسلموا الورق الى الكنترول مره تانيه مصحح ومراجع دون اي ضرر لاي ورقه، واي ضرر يكون مسؤولين عنه مع زملائهم في الماده والمشاركين في عمليه تقدير الدرجات. كمان لما الورق بيجي الكنترول، لما الورق بيجي الكنترول ايه اللي بيحصل؟ بيستلموه، بعد ما استلموه الكنترول يبدأ اللي شغالين في الكنترول يرصدهم الدرجات. اللي بيرصدوا الدرجات في شيتات، هنفتح الشيت بعد شوية ونشوف الرصد فيه ازاي. انما هم بياخدوه ويترصد في الشتات. هنا يعني ايه زي لجنة التصحيح كده، بس دي خاصة بالإعداد، تمام. في أسئلة كتير وسؤال أول وتاني وتالت، ده كشف تقدير درجات اللي هو هيبقى بيستلموا مثلا بكمية ورق كبيرة قوي، فبيتحط لهم عدد الورق الإجابة وبياخدوه يحطهم يشكلوا لجانهم فيه. الورق لما بيجي بيبقى بيترصد، يبدأهم يرصدوه. الصراحة يعني
لما بيترصد بيبقى فيه واحد بيكتب وواحد بيملي، وبعد ما يخلص خالص تقوم عكسه، اللي كان بيكتب يبقى هو اللي بيملي، واللي كان بيملي هو اللي بيكتب، وتبقى ده عملية مراجعة. يبقى واحد بيقرأ وواحد بيراجع، بعد ما كان واحد بيكتب وواحد بيملي، عاد واحد في المراجعة، واحد يقرأ وواحد يتابع، وواحد إيه يتابع. إذا لاحظوا أي أخطاء بيصلحوها داخل الكشف، وكمان بيتأكدوا من عملية الرصد. كذلك أثناء الرصد على الكمبيوتر، لأن النظام الحديث الآن عاد فيه رصد على الكمبيوتر، أثناء الرصد على الكمبيوتر برضو واحد بيملي وواحد بيكتب. أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل إيه؟ أنا يعني بالنسبة للكمبيوتر بالذات، بعمل واحد بيملي من الكشوف اللي اتكتبت يدوي للكمبيوتر، لما يكتب ويخلص بروح جايب ورق الأسئلة مرة تانية، وخلي اللي على الكمبيوتر يقرأ، واللي ماسك ورق الإجابة يتابع. بجيب ورق الإجابة مرة تانية، يعني المراجعة عندي، الكتابة عندي على الكمبيوتر بالنسبة لي من الكشوف اليدوي بنملى على الكمبيوتر، وبعد ما يخلص خالص عايزين نراجع. نراجع ازاي؟ ما راجعش بقى، انا ممكن اراجع بالعكس، اللي على الكمبيوتر يقرأ واللي في الورق اليدوي يتملى منه. لا، انا بعملها بقى بطريقة تانية. انا بخلي اللي على الكمبيوتر يقرأ، او اللي ماسك ورق الإجابة نفسه، الورق نفسه اللي انا عينته في الدولاب بطلعه مرة تانية وراجع منه على الكمبيوتر. اخلي اللي ماسك الورق الاجابه يقرا وواحد بيتابع على الكمبيوتر، او اللي على الكمبيوتر يقرا واللي ماسك ورق الاجابه يتابع. كده يبقى انا مراجعتي اصبحت دقيقه بنسبه 100% ان شاء الله. يعني الحاجه الثانيه، لما بنرصد الدرجات، وهنجيبهم دلوقتي ملف ملف تقريبا، ونشوف نظام الرصد ايه. لما بنرصد الدرجات بنرصدها في شيت. الشيت النهارده كنا الاول بنقعد نعمل شيت على ايدينا ونحط فيه دوال وحاجات من دي، الصراحه كانت متعه. بس دلوقتي الشيت عاد جاهز، عاد انت بتجيبه من على النت جاهز، بتجيبه من اي مكان جاهز، واللي يروك لك، وفي بقى امكانيات حلوه، يطلع لك شهاده، ويطلع لك تقدير، ويطلع لك تيكت، ويطلع لك حاجات كتير جدا. فاصبح الشيت الجاهز حلو جدا. لما بنرصد الدرجات بنرصدها، وبعدين بنطلع النتيجه بتاعه التلاميذ. اللي بنطلع شهاده مثلا لسنه سته، او اللي هيروح اعدادي بالشكل اللي هتشوفوه ده، دي شهادة هي فيها صورة، وفي يعني دي تصميمات، يعني ممكن سهل جدا. إن طبعا أنا يعني لما جيت أجمع ورق، جمعت أوراق كتير جدا كانت عندي قديمة، بعدل في التواريخ عادي جدا، وبكتب ما فيش أي مشاكل خالص خالص، وبقت شكلها حلو وجميلة. هي 21 22، هنا مكان للصورة، هنا بيانات التلميذ. والصراحة أنا يعني الورقة دي أنا بعملها آليا، وبتسحب بتسحب الاسم، وبتسحب البيانات كلها من ملف بتاع الشيت، وتحط الدرجات كلها عادي جدا، ما فيش أي مشاكل. إذا قابلني أي حاجة ممكن يعني أصلحها أوام أوام، حتى لو في الدرجات، حتى لو يعني مثلا دي 18 ممكن اخليها 21، ماشي مشكلة خالص. اهي اهي تمام، 11 واحدة. كل الامور دي يعني سهلة وبسيطة، المهم ان انا عرفت ايه اللي موجود.
في نهاية اللجنة خالص لما بيقضوا الامتحانات، وإذا كان عندي منتدبين ولا ما شابه ذلك، ممكن يكون عندي منتدبين، وممكن في الشهادات العامة بعمل لهم إخلاء الطرف، بعمل لهم إخلاء الطرف. الامتحانات لما بتصحح وبنرصد وما شابه ذلك، ده إخلاء الطرف، ده إخلاء الطرف. إخلاء طرف عادي جدا، وكلنا ياما امتلكنا إخلاءات طرف بهذا الشكل وقرناها وعارفين، سواء بنشتغل في كنترول او ما بنشتغلش في كنترول، كلنا عارفين اخلاءات الطرف. الصراحه لما بنرصد النتيجه والنتيجه بتطلع من التصحيح، في حاجه اسمها 10%، لازم الموجه ياخد ال 10%. ال 10% هي ورقه من كل 10 ورقات، ورقه اجابه من كل 10 ورقات. يعني هو ممكن هو قاعد كده الموجه لو هيستخدمها بطريقه حلوه قوي، عندك 100 ورقه، ايوه انا عايز 10 ورقات، انت ارقام تقول له ارقام السر عندك كام؟ يقول لك انا بادئ من 500. طيب لو سمحت كده هات لي رقم 8 وهات لي 15 وهات لي 23 وهات لي 39 وهات لي 41 وهات لي 56 وهات لي 62 وهات لي 74 83 99 كده. جمع العشر ورقات بطريقة عشوائي وانت عليك تطلعهم. في بقى موجه بيقوم يعمل ايه؟ يمسك الورق يفره، الولد اللي جايب درجة عالية قوي يراجعها، واللي جايب ورقة درجة واطية قوي يراجعها، وهو ده الصح المتبع في الكنترول. يعني مش لازم ان اللي بياخد 10% يعمل كده، لا هو الكنترول لازم يعمل كده. الكنترول بيقوم يستدعي احد المصححين ويقول له مثلا انا عندي 2 3 جايبين الاوائل الدرجه النهائيه مثلا، راجعهم لي كده، لان انا معرض ان واحد يقول لي فلان الفلاني جايب الدرجه النهائيه وابن اشطر منه وانا هدفع الرسوم القانونيه وهشتكي لمراجعه ورقتي. انت لازم تكون حريص جدا مثل هذه الاشياء. طالب مثلا مستواه حلو وصدفت معاه وجاب درجه وحشه وعايز يراجع، المهم الدرجات الراسبه والدرجات العليا يجب مراجعتهم كويس قوي، الاوائل والراسبين. صححت وخلصت وراجعت وكل حاجه، قبل ما تظهر نتيجتك وانت الكشاف بان عندك وطلع لك الاوائل وطلع لك الراسبين، اعمل مراجعه، اعمل مراجعه هتريحك. اسمع كلامي، اسمع كلامي أنا، هتريحك المراجعة، هتريحك. ليه؟ لأنك أصبحت واثق من شغلك إن أنت الطالب ده هو راسب، يعني راسب، والطالب ده هو جايب الأول، يعني جايب الأول، مفيش مجال للكلام، أنت نفسك هتبقى عارف وحافظ درجته وجات منين وإيه اللي كان فيها وعارف كل حاجة، فهتبقى واثق من نفسك أوي. اعمل كده ومش هتخسر حاجة، هترتاح. لما المواجه بياخد 10% تبدأ تعلن النتيجة. خطوات إعلان النتيجة إيه؟ خطوات إعلان النتيجة إيه؟ أنت بتعمل النتيجة بتاعتك وبتطبعها وبتاخدها من اصل وصوره او اصل وصورتين، وتروح الاداره في مضي المسؤولين عنه، سواء في الابتدائي بتمضي مدير التعليم الابتدائي، سواء في اعدادي بتمضي مدير التعليم العام، يعني المسؤول بتمضيه وبتعتمدها ويقول لك ان انا استلمت نسخه والمدير الاداره بيمضي عليها، وبناء عليها بترجع المدرسه تعلن النتيجة بتاعتك.
تعلن النتيجة، احنا هنقول الطريقة الصح لإعلان النتيجة، وطبعا متعارف عليه ان كل مدرسة لها طريقة في إعلان النتيجة. إعلان النتيجة بيتم في كشوف للطلاب فيها الاسم ورقم الجلوس وممكن الفصل، وفيها المواد كلها بدرجاتها وبتتعلق في المدرسة. في بيطلع شهادات وفي ما بيطلعش، وكل مدرسة لها طريقة في إعلان النتيجة. أعلننا النتيجة بتاعتنا وأصبح ما فيش أي مشاكل وكل الأمور آخر حلاوة. باجي للطلاب الراسبين، أخطرهم إن لهم دور تاني، ولازم من اختار ولي الأمر وتوقيعه، ويفضل إن تخليه يبصم بصبعه. ما تستحيش أبدا منه لما يجي لك وتختاره بالنتيجة تقول له معلش لو سمحت بصمتك بس. ليه؟ لأن الطالب الراسب مشاكل من وراه كتير. هو بالبصمة دي هو خلاص، حتى هو نفسه عاد هيهتم وهيجي لك في الدور الثاني يمتحن، وتبقى كده أمورك لحد الآن كويسة جدا. في امتحانات الدور الثاني برضه بنعيد نفس الكرة بتاعت الامتحان. اللي أنا بتكلمش على الراسب في نص السنة، أنا بتكلم على الراسب في النتيجة النهائية، لأن أنا بتكلم على الكنترول، مش الكنترول نص السنة بس، لا أنا بتكلم على الكنترول، كنترول عام شامل، نص السنة وآخر السنة والدور التاني. ده بالنسبة للحاجات اللي هتبقى بعد الامتحان. وخدنا الحاجات اللي أثناء الامتحانات، وخدنا الأوراق اللي بتتدقى قبل الامتحانات اللي بنستعد بيها للجنة الامتحانات. طيب نيجي للشيت بتاع رصد الدرجات. أنا كنت عايز أتكلم أول عن امتحانات بتاعة سنة رابعة ابتدائي. رابعة ابتدائي هيبقى لها درجات من 30 في الامتحان التحريري اللي هو هيبقى بتاع نص السنة أو آخر السنة، درجات التحريري من 30. طيب ال70 التانيين اللي هم بتوع سنة رابعة فيه 30 درجة اللي هم أكتوبر ونوفمبر، اللي هم 15 و15، اللي هم ال30 اللي امتحناهم مرة واحدة. طيب وفيه كمان 35 درجة التانيين اللي هي بتوع المهام. ال 35 كمان ضيف عليهم كمان 5 درجات مواظبة، يبقى بقينا في 40، و30 يبقى 70. يبقى دول ال70 اللي هيتاخدوا من كشكول أو دفتر المعلم، هيتحطهم في الشيت بتاع الدرجة. الصراحة السنة الرابعة ملهاش مجموع في نص السنة، فيها درجات مواد بس وملهاش مجموع، يعني ما اقدرش ما اقولش فلان جايب الاول ولا الثاني ولا الثالث، هي دي درجات التلميذ بس. في اخر السنة هيبقى فيه درجات ومجموع والوان. في اخر السنة هيكون فيه درجات ومجموع والوان. ده بالنسبة لي لسنة رابعة اللي هي نظام جديد. لو جينا على الشيت بتاع مثلا وليكن سنة رابعة، أنا شيت سنة هنفتحه شيت جميل خالص وحلو بتاع زميل بذل فيه مجهود غير عادي، وهو خبرته من زمان قوي وهو بيعمل شتات، الأستاذ محمد السيد، والرقم السري بتاعه الحمد لله، وبتكتب الحمد لله وتضغط موافق
وبيفتح لك الملف. الملف ده الصراحة أستاذ محمد يعني بيبعته يمكن زكاة للعلم اللي هو وصل ليه ويشكر، ويأصبحوا المعلمين كل سنة ينتظرهم شيت الأستاذ أحمد السيد، يعني لو تأخر عليهم شوية يبدأوا يطلبوه يقولوا له أستاذ أحمد اللي هو فين الشيت بتاعك والتعديلات الجديدة، هو من زمان قوي وهو بيعمل مثل هذه الأمور خدمة، وزي ما هو بيقول كاتب بس لا تنسوا الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، اللهم ارحمهما رحمة واسعة من عندك يا الله. فيشكر على هذا العمل. الشيت بالشكل اللي انتو شايفينه الجميل ده اول حاجة يعني دي البيانات، تدخيل البيانات سهل جدا، وعايزك تركز معايا عشان اسهل عليك امور كتير، سهل عليك امور كتير جدا وانت بتدخل بيانات. ادخال بيانات اساسيه بضغط عليها، الا كويس اللي جت للمشكله دي عشان برضو لما تقابل حد يعرف ازاي يحل. بيقول يتعذر علي العثور على الماكرو الرابع رسمي مش عارف ايه. طيب يبقى ده عايز ايه؟ عايز انشط الماكرو بتاع الجهاز. باجي على ملف واختار خيارات واروح على مركز التوثيق اللي هي اخر حاجه في القائمه دي، واجي برضه على اعدادات مركز التوثيق برضه هتبقى اخر مستطيل في الصفحه دي لو حد عنده الاوفيس انجليزي ولا حاجه، واجي على اعداد ماكرو اهي اللي هي تعتبر 2 4 رقم 6، واضغط عليها، واجي عند اخر حاجه اللي هي تمكين كافه وحدات الماكرو واضغط عليه وانزل تحت واقول موافق. يبقى كده انا نشطت الماكرو، كده انا نشطت الماكرو بقى. يعني لو جيت افتح، يعني لو جيت اضغط مره تانية هيقول لي لا اهو برضه. يبقى اعمل ايه؟ يبقى انا اقفل الملف ده خالص واقول له مثلا حفظ، اقول له لا ما تحفظش حسب هواك انت، هما الاثنين زي بعض. هيقفل الملف بعد شوية ويعني تقيل شوية. اتقفل الملف، طب افتحه تاني. واكتب كلمة السر تاني الحمد لله. اضغط موافق. وشوف بقى الفرق بقى، هاجي اضغط على ادخال البيانات هيقوم يجيب لي الصفحة عادي جدا اهو فتحت.
طيب انا عملت ادخال للبيانات، باجي هنا اكتب المحافظه بتاعتي وليكن محافظه الدقهليه، باجي اكتب الاداره بتاعتي مثلا الجماليه، باجي اكتب اسم المدرسه بتاعتي مثلا الامام علي ابن ابي طالب، باجي اكتب مدير المدرسه بكتب مثلا فوزي الحلواتي، باجي اكتب مثلا مدير او رئيس الكنترول بكتب اسمه هنا، باجي في المنطقه دي انا عايز ارقام الجلوس تبدا من كام، مثلا من رقم 100، ارقام الجلوس هتبدا من عندي. انا عندي هنا رقم الجلوس، رقم الجلوس الصراحه معمول ان هو ما يظهرش ال ما يظهرش رقم الجلوس الا ما انكتب الاسم، والمسلسل نفس النظام ما يظهرش الا ما اكتب الاسم، الا ما اكتب الاسم. هنا انا عايز اجيب الاسماء، انا اقعد اكتب الاسماء واحد واحد. انا عندي طريقه حلوه قوي، انا وفي اكتر من حل. يعني انا لو رحت على الملف بتاع السجل بتاع التلاميذ، انا عامل طبعا سجل للتلاميذ، أنا سجل التلاميذ بتاعي. طبعا معلش أنا كاتب الأسماء بالطريقة دي كده علشان برضو الخصوصية، وعلشان محدش ياخدها علينا ملحوظة، فهنكتب الأسماء بهذا الشكل. أنا عندي سجل التلاميذ وعندي الصفوف كلها، يعني أنا عندي الخامس والسادس والجوه شوية كده هتلاقي الرابع ثالث وكل الصفوف، وليكن ده الصف الرابع. انا ممكن اجي كده واحدد كده كله، كل الاسماء اللي انا عايزها، واخد نسخ، طيب انا لما نسخته جاب لي رقم الجلوس وجاب لي المسلسل. عندي طريقة تانية غير كده،
يعني لو عملنا تراجع. عندي طريقة تانية، أنا ممكن أكتب إن هو يساوي وأروح على الشيت، أصل قد يكون الطلاب عندك عدد كبير جدا، وأروح هنا على السجل وفي الخلية دي وأضغط إنتر، جاب لي أول اسم، جاب لي أول اسم، باجي على أول اسم وأضغط على الخلية اللي فيها أول اسم، واجي في المكان ده واحط المؤشر، احط المؤشر زي ما انتم شايفين كده بيض وميض اهو، واضغط F4 ثلاث مرات، واحد اثنين ثلاثة، واضغط انتر. ليه انا ضغطت ثلاثة؟ شوف كده الفرق، شوف الفرق. انا كده هكتب يساوي وهروح على الشيء السجل وأعلم على أول واحد وأضغط إنتر، وأجي في الخلية اللي فيها الاسم وأجي لما لغاية ما المؤشر ياخد شكل الزائد دي وأضغط اتنين كليك، واحد اتنين، راح عامل لي الأسماء كررها لي في كل الخلايا نفس الاسم. طب شوف بقى لما انا اضغط على الخلية دي واجي على في المنطقة دي واحط المؤشر اهو بيض وميض اهو، واضغط اول F4 وكمان F4 وكمان F4 ثلاثة واضغط انتر، خلاص، واروح جاي على اول خلية وما المؤشر ياخد علامة الزائد واضغط اتنين كليك اهو، راح ناقل لي الاسماء اللي موجودة في الشيت اللي ايه في السجل بتاع التلاميذ، حتى لو هم 1000 واحد، حتى لو هم 1000 واحد، حتى لو هم 1000 واحد هيجيبهم لك كلهم. هاجي هنا على الفصل، طبعا رابعة أول ورابعة تاني ورابعة تالت، أنا التلاميذ كلها مترتبة حروف أبجدية، طب عايز أجيب الفصول بتاعتهم، عايز أجيب الفصول بتاعتهم. لو أنا الشيت بتاعي، لو أنا السجل بتاعي فيه الفصل هعرف أجيبه، يعني لو فيه هنا عمود بالفصل هعملها نفس النظام، انما ممكن تسيبها فاضيه هي ملهاش اي تاثير خالص، يعني هي ملهاش اي تاثير نهائي. طب ليه نيجي للنوع؟ النوع بيقول لك لو هو ذكر اكتب واحد ولو هو انثى اكتب اثنين. طب انا لما اروح للسجل بتاعي هتلاقي مكتوب انثى وهتلاقي مكتوب انثى والذكر مكتوب ذكر اهو، نزلت تحت خالص هتلاقي الذكر مكتوب ذكر. طب عايز تتخلص من نيتي وتظبطها لان انت منتش هتمشي عليهم واحد واحد، انت ممكن بقى تيجي في السجل هنا اهو كده اهو في المنطقة دي وتكتب دالة وتقول تساوي، تساوي اي اف يساوي اي اف، اي اف ايه بقى؟ لو الخلية ده اهي بتساوي علامتين تنصيص تساوي انثى اكتب لي اتنين،
اكتب لي 2. طب ولو ما هياش انثى اكتب لي 1 واقفل القوس ودي انتر. يبقى هو يعني اتمنى انثى كتب لي 2. ما تبصش للاسماء بقى، يعني على اساس ان هي مكتوبه هنا دي كتابه قديمه يعني، تمام. انما اللي متعارف عليه ان هو يعني لو هي انثى يعني، طب لو احنا كتبناها هنا ذكر كتبها 1، كتبها 1. طيب لو انا جيت كده ورحت عامل لما بقت زائد ورحت عامل دبل كليك واروح واخدها نسخ واروح على الشيت واروح عاملها في المنطقة دي بيست تاسك. بالنسبة للديانة برضو بقول لي لو مسلم اكتب 1 ولو مسيحي اكتب 2. هاجي برضو يعني مثلا لو انت المجموعة كلها عندك مسلمين ويبقى 1 وتاخدها كلها دبل كليك وتاخدها كلها. اللي حالة القيد برضو نفس النظام، ممكن اكتب يساوي واروح على السجل واضغط في المنطقة دي حالة القيد ناجح واضغط انتر هينقلها لي هناك على طول ناجح. هي منقول يعني، برضو هغيرها لمنقول واخد برضو دابل كليك وامشيها على طول. هنا رقم اللجنة، انا ممكن احط رقم اللجنة 1 مثلا، حسب الرقم اللجنة انا احط كام واحد. هنا الرقم السري لنص السنة نصف العام مثلا، نبدأ من 2 مثلا، وأقدر أعملها مسلسل وأجي في المنطقة دي وأقول له اعمل لي سلسلة، هيبقى 2 3 4 5 6. مقر اللجنة هتبقى اسم المدرسة. تاريخ الميلاد برضه هتاخد يساوي وتروح على تاريخ الميلاد اللي موجود في السجل وتروح تضغط على أول خلية وتضغط انتر وتروح برضه على المنطقة دي وتروح حاطط المؤشر وتضغط 3 F4 تمام، وتضغط انتر وتيجي هنا كده في المنطقة دي وتروح عامل دبل كليك. بعد ما تعمل الدبل كليك في عمود الأسماء وأي عمود من العمدان دي تعمل الدبل كليك، لازم تاخد نسخ وتاخد برضو بيست في نفس المكان، بس بيست 1 2 3 اللي هو احطهم لي بدون دوال، لان لو بصيت ان هو عامل هنا ربط، لو عملت تراجع عامل ربط بدال، لكن لما عملت نسخ عامل ربط بدون دال، علشان خاطر الملف بتاع السجل لو اتنقل من اي مكان او اتحذف ما يأثرش على الشيت بتاعك. طيب نخرج من طريقة استدعاء الأسماء لطريقة الرصد، رصد الدرجات مثلا أعمال السنة، رصد درجات أعمال السنة. في رصد درجات أعمال السنة هو بيطلع لك الصراحة كل حاجة. هنا رصد دي رصد الدرجات والتقديرات بتاعت نصف العام. هنجيب رصد الملف بتاع الدرجات بتاع أعمال السنة اللي هم 70 درجة. ال 70 درجة هم
70 درجة. طبعا عندك رقم الجلوس موجود، عندك اللغة العربية من 70، هتكتب بس، يا دوب تكتب بس، مثلا تكتب 60، 70، تمام. انت بتكتب بس الدرجات حسب ما هو جاي لك من في السجل بتاع المعلمين. ده بالنسبة للدرجات. والرياضة نفس النظام، دراسات نفس النظام، علوم ما فيش لسنة رابعة عملي، هم 70 وهم 30، ما فيش عملي ليهم علوم. الدرجات بتاعت الدين، المهارات، كل المواد، التكنولوجيا، تمام، من 70 كده. المواد كلها يعني اتحط لها درجات. طيب لما نروح للتحريري، نرصد التحريري، التحريري من 30 الدرجات بتاعتهم اهيت، بحط انا برصد التحريري زي ما اتفقنا من الشيت الورقي، وراجع من ورق الإجابة، وراجع من ورق الإجابة. كده يبقى رصدنا التقييم ورصدنا الدرجات التحريري. ممكن أطلع بقى الشيت فيه حاجات جميلة قوي، فيه كشف رصد درجات، وهياخد من الاتنين دول ويطلع لك درجة من 100 سواء درجات أو تقديرات، وبعدين هيطلع لك كشف لنص العام، وبعدين الفصل الدراسي الثاني هيدي لك نفس النتائج. هنا كمان بيطلع لك شهادات ألوان أهي، شهادات بالألوان جميلة خالص. هو الصراحة شيت رائع قوي، بيطلع لك يعني كل واحد جايب ايه في المادة بتاعته، بيطلعها، وهتبقى جميلة جدا ومميزة، تبقى جميلة جدا ومميزة. لما تطلع له شهادة لو طبعتها بالألوان هتبقى جميلة قوي وتبقى ممتازة، كل مادة هتطلع بلون وهتبقى شهادة حلوة. فيه شهادة ألوان تانية كمان أهي، تمام. فيه أكتر من طريقة في شهادات، مجموعة شهادات، في إحصاء كمان للإدارة. هو الشيت مليء بالمميزات إن شاء الله. كده تقريبا غطينا دورة الكنترول حتى ظهور النتيجة وإعلانها للتلاميذ. وما زلت برضو عندي وعدي إن اي سؤال او اي استفسار او اي نقطة احنا ما خدناش بالنا منها او تخطناها لعدم اهميتها، او وكان هذا مثلا خطأ مننا كان المفروض نقولها، انما اللي انا مستعد لتلقي اي سؤال والاجابة عليه ان شاء الله. ان شاء الله ده يعني كان لقاء ممتع، وحسب ما وصلني من الزملاء إن فيه استفادة كبيرة، وهناك من الزملاء من هو مثل ما قلت في الحلقة الماضية، من هو جدير بعمل الكنترول ولديه البراعة والإمكانيات العظيمة في عمل الكنترول المدرسي. بنشكر تواجدكم معنا، وبنشكر حرصكم على تلقي المعلومات، وحتى لو هتستفاد من المدة دي كلها بمعلومة واحدة، إلا إن حضرتك
ازداد بنيان معلوماتك لبنة من إحدى لبنات العلم المتراكمة واللي بتساعد على الثبات وكثرة المعلومات الغزيرة اللي تبقى لدى البعض. كلنا بنتلقى معلومة من الآخرين، معلومة من سين وصاد، ونجمعها وتصبح عندنا قاعدة بيانات مليئة بالمعارف القيمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.